نظر الشريده مع نظر جودي ها هذا ضربه جزاء هذا في النهائي نعم هذا في النهائي وخذ الهلال البطوله فيها طيب الاهلي ممكن نعيدها لو تكرم المخرج علينا نعيدها لو تكرم الله خلي ناظر تصورها ها ناظر يد الشريده وناظر هذا بلنتي اذا مو بلنتي وش البلنتي نعم. هذا عميد عائلات البلنتي تصور ناظر 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 عميد نعم. العائله حقه اتصور لو حسب ناصر حمدان الله يحيه اتصور ناظر 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 ضرب يده على جسمه ورمى نفسه عليه هذا مو بلنتي هذا حرم الاهلي من بطوله يا اخي وخذ الهلال انظر الجول حق سيرجيو ناظر الكره مع الحارس شات الكره الحارس على طول راحت في سيرجيو لما كان يلعب الاهلي تصور سيرجيو ماشي جول جيت الكره ما مسك احد ولا ما احد تصور لفه جول وتصور هذا سجل جول الغاه مين وعبد العزيز خير وين فيه فاخر الدنيا في 18 حقنا والغى هذا الهدف هل هذا منطق صور هل هذا منطق صور ناظر جاي يركض عشان يلغيه يعني اخذ راي رجل خط اللي رجل خط كان مع المباراه يعني اقرب وكان متابع المباراه اتمنى نشوف رجل خط هل هذا رجل خط يمشي ومش على طول رجل خط يعني لا اعتراض لا فاول لا برد راكض وهو اقرب من الحكم تصور وحطوا هدف تصور ها ناظر ناظر رجل خط ناظر ماشي وتصور كيف هدف وتسجل هدف والغي للاهلي انا ما اقول النصر هذا الاهلي اصل الماساه اللي على هذا بيصير على هذا انا اتكلم عن انديه اخرى يا اخي طيب فعلى 18 بسبب هدف طلع الاهلي 18 ودخل الهلال يا جماعه هذه بطوله طيب الاهلي بيتعبون ليه والاتحاد والنصر كل انديه يا اخي احنا انا احترم والله العظيم الهلال واحترم لكن انا اقول حقيقه الظلم ما نبغى الظلم نعم نبغى العدل نبغى المساواه هذا صور صار هذا مو بلنتي هذا بلنتي يمكن 80% يقول بلنتي و20% يقول لا على راس خط 18 ولكنها خارج 18 ناس يقول طيب نعم. 20% يقول كذا 80% يقول بلنتي طيب هل حسبها فاول؟ ما تصور هذا البلنتي هذا بلنتي تصور هذا بلنتي ما تكلموا عنها ابدا الناس كلهم هذا نظره لا ناظر لاعب الهلال البرازيلي لاعب الهلال ناظر يده وناظر وعلى الحسن يعني ناظر رجله كيف جت وناظر يده ناظر رجله وناظر يده بلنتي تصور يده ناظر ناظر رجله ناظر يده ناظر رجله وناظر رجله بلنتي هذا ولا لا؟ تصور سمو الامير لست يعني اليد يعني هذا بلنتي طيب نعم. وناظر هذا الكوره ناظر هذا ايش فيه؟ تفضل هذا جول ناظر يد المين النزهان على فكره ما اخذ نصر الجوهر المنتخب حارس مرمى ترى والله حارس ممتاز والله العظيم يكملوا تسعه تصور ناظر ناظر انا اتمنى يعيدها الحكم ناظر كيف المخرج لو تكرم ناظر أكيني يرجعها ناظر 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 تصور ناظر نزهان ناظر 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 تصور هذا كيف تصور وناظر يده يده هنا ناظر البوكس ناظر ناظر البوكس حق النزهان أتمنى نشوفها من جهة ثانية لو يفتح البوكس أكثر أيوة ناظر 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 أتمنى ناظر تصور البوكس ها تصور ها ها كما تفضلت سمو الأمير ناظر البوكس ناظر البوكس سمو الأمير كما تفضلت هناك 50% والله بوكس ممتاز لو يتصرف على نسيم حميد سمو الأمير بطل سعيد طلعنا تصور ناظر ناظر بوكس ناظر تصور سمو الأمير ناظر 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 تصور ناظر اليد ناظر على البنت هذا وش يسمى نعم سمو الأمير هناك خسرت نادي الاتحاد بطولة يا أخي